عادت عليكم مشاهدينا بصحة وعافية، ومثل ما عودكم تلفزيون الكويت كل سنة راح يكون أكيد معانا نصيب للبرامج الدينية، ويمكن من الشيوخ اللي تعودته ودائما يطلون على هذه الشاشة واللي عودونا على طرحهم الجميل الشيخ فهد الكندري. حياك الله. السلام عليكم شيخ، كيف حالك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي عبد الله، أمسي عليك ومسي على أختي غادة وكل مشاهدين الكويت المبدعين، عسى الله يحفظكم ويبارك فيكم، والله يبلغنا وياكم رمضان واحنا بصحة وعافية، ويعيننا على الصيام ان شاء الله وقيامه، ويرفع الله سبحانه وتعالى هذه الغمة عن هذه الأمة بإذن الله. امين امين يا رب. اشتقنا لك شيخ فهد، يعني دائما تكون معنا. انا مثل عنكم والله، انا والله مشتاق اكون بيكم ومعاكم، لكن انا قاعد الحين اصلا في تصوير البرنامج. الله، يعني الحين ما خلص البرنامج وسام القرآن هالسنة. نعم. عودتنا كل سنة تكون يعني برا الكويت وفي رحلات يمكن متنوعة واللوكيشنات المختلفة، هالسنة مع الجائحة حضرتك موجود داخل دولة الكويت ملتزم بالاشتراطات الصحية، أكيد نبي نتكلم عن البرنامج. أخوي عبد الله، قدر الله ما شاء فعل إني أنا هالسنة ما سافرت، كان عندي برنامج قدوة اثنين، لكن أنا ترى مو زعلان، أنا وايد مستانس، لأن برنامج وسام القرآن هذه الفكرة كانت متواجدة معي من زمان، وكان عندي هم اني انا اطرح هذا البرنامج. هذا البرنامج وسام القران اخوي عبد الله واختي غاده والمشاهدين، هذا البرنامج يخلي الواحد فعلا يفتخر ان عايش في هذه الارض، سواء كان مواطن او مقيم. احنا نعرض تاريخ الكويت مع القران الكريم وخدمه القران الكريم في برنامج وسام القران. هذا البرنامج راح نعرض فيه مراكز قرانيه ومبادرات قرانيه ونماذج قرانيه، ما في كويتي او مقيم يدري عن هذه المشاريع اللي أنا عرضتها لهم في برنامج وسام القرآن. إحنا عندنا مراكز أهلية وحكومية تخدم القرآن، وفيها أهل القرآن يتمناها كل دول العالم الإسلامي، بل دول العالم الإسلامي يأخذون خبراتهم من هذه المراكز القرآنية في الكويت. الله. عندك مركز الإمام ابن الجزري، الإمام الشاطبي اللي خرج أئمة المساجد. إحنا عندنا مسابقة أخوي عبد الله، هي مسابقة تسمى بمسابقة الأمير باسم أمير البلاد، ما انقطعت ولا سنة منذ أكثر من 25 سنة، ربع قرن، إلى اليوم هذه المسابقة موجودة، شجعت شباب الكويت وبنات الكويت على حفظ القرآن. إحنا عندنا مسابقة دولية قرآنية على مستوى العالم الإسلامي، بدأت من 10 سنوات، كانت متأخرة، لكن هي اليوم من أغلى المسابقات على مستوى العالم الإسلامي من حيث قيمة الجوائز. إحنا عندنا نماذج قرآنية، تخيل إحنا عندنا شباب يجتمعون في مسجد يوم في الشهر يسردون القرآن كامل أخوي عبد الله حفظ من قلبهم، ما شاء الله. يعني يقرؤون القرآن حفظ من قلبهم من صلاة الفجر إلى صلاة العشاء. حلو. عرضنا في هذا البرنامج، برنامج وسام القرآن، أئمة مسجد الدولة الكبير كيف حفظوا القرآن، الصغار كيف حفظوا القرآن، الكويتيين والمقيمين، كبار السن. تخيل إحنا عندنا 500 حافظة في الكويت يشرف عليها 60 شيخة خاتمة ومجازة بالقرآن، هذا كله موجود عندنا في دولة الكويت. أكيد. احنا عندنا الشيخ خالد العيناتي، ما هو مو الاول على مستوى العالم الاسلامي، خالد العيناتي الاول على الاوائل في المسابقات الدولية في العالم، قابلناه. عندي 3 اهداف في هذا البرنامج اخوي عبد الله، وانا طبعا قاعد اشتغل دائما اقول حق الشباب احنا واصلنا الليل والنهار عشان يظهر هذا البرنامج بشكل يليق بالقرآن وأهل القرآن، ويليق بمشاهدي تلفزيون دولة الكويت اللي دائما يعني نعرض عندهم هذه البرامج القيمة اللي تفيد المشاهد. أهدافي من هذا البرنامج أول شيء أن كل واحد فينا يحمد الله سبحانه وتعالى أن يعيش في هذا البلد المبارك المحب لأهل القرآن. أنا ولدت في هذا البلد وحفظت فيها القرآن، واليوم ابني حافظ القرآن لأني أنا عايش في هذا البلد المبارك بعد فضل الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أتمنى أن يكون هذا البرنامج سبب في كل شخص كان يريد حفظ القرآن وما استطاع. إن كان شخص يريد حفظ القرآن فأنا أعطيتك نماذج تساعدك في حفظ القرآن. إذا كان ولي أمر يتمنى واحد من عياله يحفظ القرآن، أنا أقول لا تفوت ولا حلقة، ترى عرضنا لك نماذج آباء وأمهات يفتخرون بعيالهم. أما الأمر الثالث، الهدف الثالث أخوي عبد الله، أنا أتمنى من هذا البرنامج وسام القرآن أن كل شخص يشاهد هذا البرنامج يكون سبب أن يكون في كل بيت من بيوت المسلمين حافظ أو حافظة لكتاب الله عز وجل.
عسى الله إن شاء الله يوصل رسالتك يا أخوي فهد. وفعلا يعني أنت سنة عن سنة تكون يعني مثار إعجاب الجميع. ودائما نقول يعني شنو راح يسوي الشيخ فهد الكندري في السنة القادمة، ودائما تفاجئنا بالرقي وباعتلاء مرتبة أعلى. فنتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله، وخصوصا من خلال وجودك في قناتنا وعلى شاشة تلفزيون الكويت. أنا عندي نقطة بس أبي أقولها. أنا وراي وسام القرآن تشوفونه، هذا وسام. هذا الوسام أنا هديته لكل ضيف ونجم عندي في البرنامج. الله. اخترت أعلى نقطة ممكنة في الكويت، واستشعرت فيها حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما. فأنا كرمتهم الحين في الدنيا في أعلى نقطة ممكنة، ولكن إن شاء الله في الآخرة يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي، فبإذن الله يرتقون بآيات الجنة على قدر ما يحفظون من القرآن في أعلى مراتب الجنة بإذن الله عز وجل. شكرا جزيلا لك شيخ فهد الكندري، ونتمنى لك كل التوفيق يا رب. وانت فعلا سبب من الاسباب اللي قاعده تسعد قلوب الملايين، فالف الف شكر لك على كل مجهودك طوال العام. ما قصرت، جزاكم الله خير. من معالي الوزير الى وكيل المساعد الى كل شخص يعمل في هذا التلفزيون، فعلا ما قصرت معنا. حياك الله شيخ فهد الكندري، كل الشكر لك على وجودك معنا في هذا الاتصال. وايضا غاده يعني للطفل نصيب العائله الكويتيه، ان شاء الله كلها راح تكون موجوده على شاشه تلفزيون الكويت، مسلسلات كرتونيه، مسابقات للاطفال، وبرامج ان شاء الله تعجب كل طفل ان شاء الله. يعني دائما نقول احنا تلفزيوننا هو تلفزيون العائله بكل اعمارهم، من الطفل لغايه الشايب والعجوز. فان شاء الله يا رب تقضون اوقات دائما ممتعه. خلونا نشوف هذا البرومو عن مجمل أعمال الأطفال لهذه السنة ونرجع لكم من بعده.